خلونا نستقبل اتصال تاني ونقول الو. ايوه اسامة، ازيك؟ ازيك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ مش مهم اسمك. مش مهم اسمك. طيب سنك؟ 28. 28 سنه. مرتبطه؟ الارتباط ده اللي بيجيب وجع القلب. مرتبطه ومش مرتبطه؟ ما هو كل حاجه بقت تجيب وجع القلب النهارده، مش الارتباط بس. بس هيحصل ايه لو ما عندناش قلب اصلا؟ عشان لو اتعلق بحد ممكن يعيش مدمر طول حياته. احنا لو ما عندناش قلب نموت. يبقى احسن والله. مش احسن خالص، لان بيقولك اللي يعيش ياما يشوف. انما اللي يموت يشوف اكتر، لان ما نعرفش فيه ايه بعد كده يعني. فلازم نعمل الخير ونستحمل علشان لما نموت نلاقي الكويس، مش كده ولا ايه؟ احنا بنعمل خير. طيب ونحب بجد ونقابل ولا حاجة. طيب ايه اللي حصل وجعك قوي كده وجرحك قوي كده؟ هو انا من البداية حد مش كان، انا انطوائية شوية، ما كانش حياتي مفتوحة قوي. انا كنت فاهمة اللي تربيت عليه ان انا اما اكون صغيرة يبقى هي دراستي بس، زي ما انت بتقول لأي حد انت لسه صغير ما ينفعش تتعلق بحد دلوقتي 14 15 16 الكلام ده. ارتبطت بحد وانا في ثالثه ثانوي او من بدايه ثانوي، بس حب من طرف واحد لغايه ما هو عارف، وارتبطت بيه بس انا من جوايا ما ينفعش اكلمه، ما ينفعش اقرب منه عشان انا في دراسه، عشان انا لازم ابقى متفوقه، عشان حاجات كتير قوي في عندي. وعارف منين؟ انا كلمته قلت له. قلت له انا بحبك؟ اه لا ما قلتلوش، كلمته اتعرفت عليه وبعدين هو اللي قال لي بحبك. خلاص بقينا بنحب بعض، فجاه اختفى حياتي. فجأة كنت بموت نفس الحكاية. أنا مشكلتي في حبي إن أنا عاطفية جدا، لما بخرج من علاقة بتستمر سنين معايا غير لما أتأكد إن أنا خلاص يعني الموضوع مات نهائي. أنا لازم برضه حوالي يعني في مكان ما جامعة، حاولنا فرصة إن أنا موجودة في معاه في نفس المكان ده، فبقينا بنشوف بعض. فلما رجعت أكلمه تاني بعد سنتين تلاتة عن قرب ما لقيتوش البني ادم اللي انا عرفته خالص. حد كان نهائي، رغم ان هو كان رومانسي جدا ودي طبيعتي واللي قربتني منه. هو ما كانش حلو قوي في الشكل، يعني ما كانش واسين ان هو يشد اي بنت. بس كان في حته دايما بتشدني في اي ولد لما يكون حنين او رومانسي وفاهمني. المهم ان انا ما لقيتوش، وهو حاول يفهمني ان ما ينفعش ببعض لبعض. يعني هو قال لي بصراحه ما ينفعش لبعض؟ اه قال لي. بعدين انا بعدت عنه خالص، وحسيت ان هو ولا كانه كان له حاجه في قلبي خالص طول السنين اللي فاتت. عشت سنتين تلاته في الجامعه مش عارفه يعني ايه ان انا اقرب لحد احبه. انا كنت بتعامل مع اولاد بس كنت حاسه ان انا تعاملي معاهم يعني عادي قوي. حتى لما كان حد بيقرب ان هو مش عايز يتعرف عليا، عندي حاجز بيني وبينه. انا اسامه عندي قدر كبير من الجميل وبنت حلوة بتعرف ازاي تلبس، بتعرف ازاي تتعامل وتتكلم، بس انا اللي جوايا حاجز ناحية مش عارفة ازاي اقرب، ازاي اتعامل في المواضيع دي، استنى حد يقرب لي. جيت في اخر الجامعة اتعرفت على جروب معايا صحابي، كان مستوى ليفل معين في التعامل في النادي. كان اغلبهم يعني في حاجات عسكرية، كانوا بيسافروا ويرجعوا ونقعد مع بعض. اتعرفت عن طريق حد فيهم شاب، ارتبطت فيه لفترة مش كبيرة. ده بقى اللي حبيته جدا بجد، ده اللي دمرني في حياتي، لان انا اتحملت معاه كل مشاعري. ولما كنت قابلته انا عندي يا اسامة ظروف خاصة حصلت لي. ايه هي الظروف الخاصة؟ يعني انا حصلت لي مشكلة معينة، مرض ما جالي خليني اتصبت بحاجة هي مؤثرة عليا شوية، بس يعني خلتني شوية حاجة في عينيا يعني. فهو كان الموضوع كويس، بس هو لما حاول يقرب مني قوي ما قبلش الموضوع ده. ما قبلوش. يعني نظرك ضعف او شكل عينك؟ أيوه. ولا شكل عينك اتغير؟ لا لا ضعف، لا انا شكل عيني جميل جدا زي ما هو. نظرك ضعف؟ اللي بيشوفني ما بي، هو كان بيشوفني ما قربش مني قوي، يعني اللي هو اتعاملنا في موقف كتير وخروجات كتير، يعني ممكن مواقف في حدود قليله. بس انت شايفه وبتتحركي وقتها؟ كان وقتها كان بس كان في شويه
شوية كسور في حاجات معينة، ممكن حاجات البعيدة حاجات كده. بس بتلبسي نظارة؟ بلبس نظارة؟ لا كنتش بلبس، يمكن ده اللي قصر شوية يعني بس هو قلتلنا ما حاولش يسألني. طيب ما هو يا بنت الناس كلنا نظرنا ضعيف، يعني انا واحد من الناس برضو بلبس نظارة لما اكون عايزة اقرا حاجة بلبس. هو كان هو شايف ان في بنت عندها مشكلة، هو كان مغرور قوي، حبش يتعرف على حاجة فيها حتى قصور في حاجة صغيرة، ما بيتنزلش يعني عنده دايما مستوى جمال معين، مستوى عيلة معينة، مستوى لبس معين، دايما بيبص اللي قدامه لا في احسن. ده هيلبس ده يا ماما، ده هيلبس، ده هيلبس، هيلبس ده هو. لا انا ما اعتقدش انه لبس دلوقتي، انا حاسه ان هو واخد كل حاجه. لا بيتهيألك، مش عايشه ولا حاجه، بيتهيألك هو هو اللي وصلني. حاول يقول لي انت ممكن تتعلمي، هو ايه سبب الموضوع، هو هو في ايه؟ طب انا شايفك كويسه. بصي هقول لك حاجه، انت عارفه معلش كاني انا المجرمه ومذنبه. عايز اقول لك حاجه، معلش انت هتخليني احرق حاجه، انت عارفه الجمل اللي بقولها في النص دي انا بكتبها. الجمله الجايه كنت هقولها واقولها لك اهو دلوقتي، يعني علشان خاطرك كنت كاتب وبقول: يمكنك ان تجمل الوجه، تجمل الوجه والجسد بالجراحات والمصاحيق، اما جمال الروح فلا يجمله الا الخالق. اوعي تتشدي او تتضايقي من انسان سفيه بيبص للشكل، لانه بيبص الفستان وبيبص للشاكة وشوية ميك اب وحواجب معمولة تاتو وشفايف منفخة وفستان ميني. هو عايز كده فعلا. على شعر معمول هايلايت ازاي، على الميك اب معمول عامل ازاي، والحركات دي كلها لما يروح بيها البيت ليلة الدخلة وتصحى الصبح غسلة وشها هيضرب نفسه بالجزمة. مش وحشة. ايوه هو اتجوز فعلا واحدة جميلة مش وحشة، خليه يتمنظر بيها. بس اسامه الموضوع ده انا وقتها انا سبته لاني جالي انهيار عصبي وتعبت جدا، كنت بعيط ليل ونهار، وده كان سبب في انهيار المشكله اللي عندي زياده. ما حسش بيا ولا حس باي حاجه، والكلام ده من 7-8 سنين فاتوا، انا من يوميها عايشه في دمار لوحدي. يعني لو كنت ناويه انسى ليه ما انسيتش من ساعتها؟ يعني ليه دايما الناس كلها بتقول ان هو حد سفيه ووحش وما يستاهلش؟ بص يا بنت الناس، انا لوحدي اللي شايفاه. هقول لك حاجه، احنا دايما ما بننساش اللي سابنا، ولكن ننسى اللي سبناه. ده وضع طبيعي. اللي سابنا يفضل معلم، يبقى عامل زي الدمل. الدمل ده يكبر ونحط له شويه انتبيوتك يصغر، ولكن ما يروحش، يكبر تاني. ولما يروح مع السنين دي كلها يفضل سايب علامه، كل ما تبص لها تفتكريه. مش علامه، ده جرح، وكل مره بيرجع فيه بيغوطه. بقالك قد ايه؟ انا بقالي 7 سنين. لا بقى 5 سنين انا ما كلمتوش ولا مره، بس من سنتين انا كنت بتصل احيانا كل سنه مره، اسمع صوته قافل الستة حاجات كده، ما كنتش بحاول اكلمه لان انا كنت شايفه ان علاقتي بيه ملهاش نهايه. هو انا شايفه ان ملهاش نهايه، هو مش قابلني، بس قابلني انا كروح. هو مش اتجوز يا بنت الناس؟ مش اتجوز؟ من سنتين بقى اكتشفت ان انا عرفت انه خاطئ، كان رقم موبايله ضاع مني، كان عندي رقم تاني كلمته، لقيت حد من صحابه بيرد عليا، اداني رقم تليفونه. لما كلمته كان كتب كتابه وحاول ينكر لما كلمني، معرفش ليه بقى. يعني فاكر ان انا حاول لما اخدت رقم التليفون قعدت 10 ايام عندي انهيار، ان انا دموع ليل ونهار، ان انا اكلمه ولا ما اكلموش. بفكر ان انا ما اكلموش بقوه، بس انا بموت كل يوم، انا بحبه جدا، مش شايفه اي حد غيره مهما دخل في حياتي، انا ماليش علاقات كتير. بس كلمته في الاخر، انا كلمته، لما كلمته حاول يتعلم معايا في الاول بطريقه كويسه، حسيتها ان هو يعني عارف ان هو مش عايز حد يدخل يخرب له حياته، او مش واثق قوي في اللي بتكلمه، ممكن عايزه ايه. سبته اول ما اعترفي ان هو كتب كتابه وانه مش عايز يجرح مراته. ما كلمتوش تاني. انا من النوع ده لما بيقول لي لا مش بزن، مش بحاور عنه واقول له، انا بعيش في جراحي لوحدي. طيب. من حوالي شهر 5 اللي فات لقيته هو اللي بيتصل بيا، كلمته قعد يقول ان هو انا وحشته جدا، ان كان بيدور عليا، ان هو ما لقاش حد تاني زيي، انه عايز يكلمني كاني واللي اتجوزها دي كل شيء حلو في حياته. واللي اتجوزها دي فين؟ موجوده. طيب موجوده وعنده بيبي وعنده حياته. حياته دي لازم تفضل على جنب
ويعيش حياته تاني. اكتشفت ان عنده فيسبوك واكاونت تاني، حاول يحطني عليه، لقيت ما عندوش غير عدد اصدقاء قليل، فريندز قليله جدا، ما عندوش الخمسه سته، واكيد كلهم بنات وبيفتحوا كتير جدا لما يكون في اوقات الشغل بتاعه. وانا كنت واحده منهم، بس هو طلب مني طلب غريب، طلب انه يشوفني، يشوفني في مكان لوحدي. انا بجد هموت واشوفه. انا بصراحه قلت له انا موافقه، بص اشوفك حتى لو دقيقه. بص يا بنت الناس، بصي 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 بصي، معلش معلش معلش. لما يكون انسان مغرور كده وهبل، معلش ما زعيش من كلامي، وعمال يبص على حاجات بقى، شكله وعينين وحواجب وشعر وفستان وجمال ومش عارف ايه، وما خدش واحده فيها عيب وما خدش واحده معيوبه، وبيبص بالشكل ده، لا سوري مش هقول لهبل، اقول تافه، يعني حد تافه بالشكل ده، وده طريقه تفكيره، وفي الاخر ياخد واحده من وجهه نظره ما فيهاش مشاكل. قلت لك انا هيلبس، قلت لي لا ما لبسش، اهو لبس. واكبر اثبات انه لبس انه عامل اكاونت من ورا مراته عليه خمس ست بنات وبيلعب، لان الست دي اللي هو متجوزها مش مالي عينه. ليه؟ لان هي كانت فريم غلاف كذاب. عارف يعني ايه غلاف كذاب؟ لما قلت غلاف كذاب، لا انا قادر اوصل لك ولا اوصل لك، ولا قادر اشوف الحب في عينيكي، زهقت خلاص ولازم ابوح، ده انا مجروح، دي غلاف كذاب. هو مش شايف فيها غير المظهر اللي هو دور عليه. فبالتالي هو عمره ما هيبتدي يدور على الجوهر، لان هو راجل غاوي مظهر. فهيعمل ايه؟ يوم عامل له صفحه على الفيسبوك ويبتدي يدور على اغلفه تانية تملى مزاجه، ترضي شهواته وترضي غروره. ولما يلاقي واحدة عندها حالة من حالات الهوس العاطفي زي حضرتك، انت عندك هوس عاطفي، ده مش حب، ده هوس، يبقى اللي عندها هوس دي هتيجي في اي حاجة. انا اقول لها بس وحشتيني وقلبي وروحي ومناخيري وظهري ومش عارف ايه، خلاص هتيجي، عايز اشوفك في حتة لوحدنا بحيث محدش شوفنا خالص، يبقى هتطلعي معاه شقة. عايز منك انا مش عارف بحبك وبتاع، هترضي باي شيء. هيقوم عامل معاكي علاقة، مضيع لك مستقبلك وماشي ولا فرقه معاه، لانه جبله وانسان سفيه، وبالتالي هتبقي انت خسرتي كل حاجه عشان حبيتي غلاف كذاب زي اللي هو عارفها. اجوف يا بنت الناس، لا في حاجه اسمها نظرك ضعيف ولا سمعك تقيل ولا مناخيرك ما بتشمش، كلنا بني ادمين ومفيش انسان كامل 100%، لان الكامل هو الله. عيشي حياتك طبيعي جدا وانسي هذا المسحوق، مش هنقول عليه بني ادم، ده شيء كده ملوش لازمه يعني. وفكري بقى في نفسك شويه، انزلي اخرجي للدنيا، اشتغلي، شوفي اصحابك، اتحركي، هتلاقي مليون راجل عايز يقرب منك. ولما اقول كلمه راجل نحط تحتيها ثلاث اربع خطوط، راجل بمعنى كلمه راجل. الرجوله ما هياش في العضلات والباي والتراي والكتف والبنش والحاجات دي، ولا في القصة والشعر والحواجب التخينة ولا المناظر دي، ولا في فردة الصدر ولا القلاطة على الناس، خد يا ابني وروح يا ابني وتعالى هات لي واعمل لي انت يا ابني، ما في، مش ده، مش دي الرجولة، ده نقص. الرجولة روح، الراجل بتبقى روحه روح راجل، اخلاقه اخلاق راجل، حنانه حنان راجل، عطفه على اللي قدامه وعلى الغلبان عطف راجل، لما بيحب حبه ليكي حب راجل، احتواءه احتواء راجل، سند كنف راجل. انت محتاجه راجل يا مدام.